قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك كل افلامنا الجديده. يلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدا مع بنت صينيه ماشيه في محطه المترو، لكن مره واحده بتقع على الارض فبنكتشف انها بتحلم، والبنت دي اسمها مي، وبنعرف انها كانت مخطوفه من عصابه واللي عايزه منها معلومات عباره عن ارقام. وبنروح بعدها لوك واللي كان شغال مصارع عشان ياخد فلوس، واللي بتنظم المصارعه دي عصابه روسيه، ولوك بيكون دخل في مصارعه مع ملاكم روسي وضربه لدرجه انه دخل غيبوبه، وبيكتشف بعدها انه ما كانش مصارع لكنه كان مواطن عادي. فبيتعصب لوك جدا وبيروح يتخانق مع اللي بينظم المباريات وبيضربه، فبيقول له ان هو اللي كان المفروض يتضرب ويخلي التاني هو اللي يكسب، لكنك انت اللي رفضته وضربته. وبيقول له ان رئيسه اللي اسمه ايميل خسر مليون دولار بسببه عشان ما رضيتش تخسر. وبنرجع لمي عشان نشوف قصتها، وبنعرف ان هي كانت بنت ذكيه جدا وبتحفظ اي حاجه بتقراها وبتعرف تحسب اي حاجه لها علاقه بالارقام، وكانت شاطره جدا من وهي صغيره. وفي يوم وهي ماشيه مع اصحابها بتخطفها العصابه الصينيه، وبيكون رئيس العصابه ابو صاحبتها في المدرسه وقالت له عليها وخطفوها عشان يشغلوها معاهم، وبيطلب منها رئيس العصابه انها تمسك له حساباته لانه مش بيثق في الكمبيوتر لانه ممكن يخترق في اي وقت، وبيعرفها انها لو وافقت واشتغلت معاه هيهتم بامها العيانه وهيعالجها على حسابه. والبنت بتوافق على كده وبياخدوها وبيسافروا على امريكا، وبتشتغل معاهم وبتدي لهم تقارير عن الارباح والخسائر، وبتفضل متعاونه معاهم لحد ما في يوم واحده شغاله مع العصابه بتقول لها ان والدتها ماتت من اسبوعين والعصابه مش عايزه تقول لها عشان تفضل شغاله معاهم، وبتحاول تتعامل عادي ولا كانها عرفت حاجه، لحد ما في يوم العصابه الروسيه بتضرب على العصابه الصينيه النار، فبتحاول ماي تستغل الفرصه وتهرب، لكن العصابه الروسيه بتقدر تمسكها وبيودوها عند ايميل رئيس العصابه، واللي بيفضل يهددها وبيسالها عن الارقام بتاعت العصابه الصينيه. وبنروح للوك واللي بيحس بالخطر فبيحاول يتصل مراته عشان يطمن عليها لكنها مش بترد، ولما بيروح البيت عشان يشوفها بيلاقوا ان العصابه قتلتها وحكموا عليه انهم هيقتلوا اي شخص يتعامل معاه او حتى يتكلم معاه وبيسيبوه يمشوا. وفعلا لوك بيسيب المدينه وبيمشي وبيحاول ما يتكلمش مع اي حد لان العصابه بتكون مراقباه، وبيروح بعدها يبات في ملجأ المشردين، وهناك واحد بيتكلم معاه وبيطلب منه الكوتش بتاعه فبيصعب عليه حالته وبيديهوله فعلا. وبعد ما بينام وبيصحى بيتفاجأ ان الراجل المشرد ده مقتول، ولما المسؤولين عن الملجأ بيسألوه ايه اللي حصل بيقول لهم انه ما يعرفش اي حاجة، فبيسيبوه يمشي مقابل انه ما يقعدش عندهم في الملجأ ده تاني. وهو ماشي في الشارع بيخبط فيه راجل عجوز، ولما الراجل بيكلمه ما بيرضاش لوك يرد عليه، وبيكمل مشي وبيروح على السوبر ماركت عشان يشتري حاجة، فبيتفاجأ ان المحفظة بتاعته اتسرقت وان الراجل العجوز هو اللي سرقه، فبتصعب عليه نفسه وبيفضل يضحك على حاله لحد ما واحد من الشرطة بيخرجه من السوبر ماركت. ولما الشرطي بيتعرف عليه وبيعرف ان هو لوك بيقبض عليه وبياخده جوه جراج وبيفضل يضربه هو وزمايله، وبنعرف ان لوك كان شغال شرطي زمان لكنهم فصلوه وزمايله بيضربوه عشان فضحهم وكان بيبلغ عن شغلهم المشبوه. وبنرجع بعدها لمي واللي كان ايميل بيضغط عليها عشان تقول له على الارقام بتاع الحسابات بتاع العصابه الصينيه، وبتدخل البنت اللي كانت بلغتها ان والدتها ماتت وبتطلب منها انها تقول لهم على اللي هم عايزينه وانها تكسب معاهم فلوس اكتر من العصابه الصينيه. فقالت لها انها بمجرد انها هتقول لهم على اللي عايزينه هيقتلوهم هما الاتنين، والبنت بتفشل انها تخليها تتكلم وبيقتلوها فعلا، لكن فجأة الشرطة بتيجي في الوقت ده ومايا بتعرف تهرب منهم، وبنعرف ان العصابة الصينية هي اللي بعتت الشرطة عشان تجيب البنت منهم، واللي بيكونوا متفقين مع رئيس الشرطة واللي اسمه وولف انهم يديله فلوس كتير. وبيتصل ايميل هو كمان بولف وبيعرض عليه فلوس اكتر مقابل البنت، لكنه بيحس ان هو هياخد البنت ويهرب فبيقول له ان هي هربت ومش معاه، فبيتفق معاه ايميل انه يديله فلوس كتير من حسابات العصابه الصينيه لو سابهم يدوروا على البنت، وفعلا بيتفقوا على كده. والشرطه بتبعد من مكان العصابه الروسيه ورجاله ايميل بيخرجوا يدوروا على البنت، ورئيس العصابه الصينيه بيهدد كوان انه لو ما رجعش والبنت معاه هيقطع راسه. وبنرجع بعدها لوك واللي بيكون واقف في محطه المترو وبيستعد انه ينتحر لانه خلاص ما عادش قادر يعيش، لكنه بيتفاجأ بوجود طفلة خايفة وماشية في المحطة، فبيرجع عن قرار الانتحار وبيمشي وراها عشان يعرف هي بتعمل ايه، لكنه بيلاقي أفراد العصابة الروسية بيدوروا عليها وهي بتستخبى منهم، وبيلاقيها بعد كده بتركب المترو وأفراد العصابة بيركبوا وراها، فبيقرر لوك انه يساعدها لكنه مش بيلحق المترو، وبيجري وبينط وبيمسك فيه وبيقدر يطلع عليه فعلا، لحد ما بينجح انه يدخل جواه، ومي بتفضل تتنقل في عربيات المترو وأفراد العصابة ماشيين وراها، لحد ما بتوصل للعربية الأخيرة ورجالة العصابة كان لسه يمسكوها، فبيظهر لوك وبيضربهم واحد واحد وبينزل ضرب فيهم كلهم وبيخلص على الرئيس بتاعهم، وبعدها بيروح على مي لكنها بتبقى خايفه منه، وبتخرج من المترو قبل ما الباب يقفل، وهو بيقدر يخرج من المترو هو كمان قبل ما العربيه تمشي، ومي بتخرج بره المحطه لكن ناس من الشرطه بيمسكوها وبياخدوها معاهم، لكن لوك بيجي في اخر لحظه وبيضربهم كلهم وبيطمنها ان هو مش هيأذيها،
لكن العصابة الروسية بتوصل فجأة وبيضرب عليهم النار، ولوك بياخدها وبيهرب بالعربية، والعصابة بتفضل تطارده وتجري وراه لحد ما بياخدهم وراه في شارع مقفول وبيعمل لهم كمين وبيقدر ان يخلص عليهم كلهم. وبيروح لمي بعد كده وبيطلب منها تيجي معاه لكنها بترفض، فبيسيبها ويمشي. فبترجع في كلامها وبتضطر انها تروح معاه. وواحد من الشرطة بيتصل بولف وبيعرفه ان لوك هو اللي اخذ البنت، ولوك بعدها بيروح يحجز اوضه في فندق بالفلوس اللي اخذها من رجل العصابة. والعصابة الصينية بتقدر انها تتعقب مي وبتعرف انها قاعدة في الفندق، وفي الفندق بيطلب منها لوك تعرفه الناس دي كانت بتجري وراها ليه. فبترفض تكلمه في الاول لكنها بتحكي له بعد كده كل حاجة، وبتعرفه انها كانت المفروض تقابل واحد وتدي له رقم طويل وتاخد من نفس الشخص ده رقم وتديه للعصابة الصينية. وبيفهم لوك ان الارقام دي عبارة عن شفرة لمكان وباسورد الخزنتين. لكن العصابة الصينية بتيجي فجأة وبتقتحم الفندق وبيخلصوا على كل الحرس اللي في المكان. ولوك بيسمع ضرب النار فبيفهم انهم بيتعقبوها وبياخد تليفون مي وبيرميه وبيطلب منها تكتب الارقام اللي هي عارفاها، وبياخدها بعد كده وبيهرب من السلم. والبوليس بيجي وبيحاصر المكان وبيفضلوا يضربوا النار على بعض. ولوك بيلاقي العصابة واقفة في كل مكان فبيضطر ان هو يدخل ويضربهم، لكنهم بيبقوا كتير جدا وبيقدروا انهم يضربوه وياخدوا منه مي وبيخلوا الناس كلها تخرج من الفندق وهم بيخرجوا وسطهم. ولوك هو كمان بينجح انه يخرج من المكان وبيهرب من الشرطة، وبيروح بعدها وبيسرق عربية وبيتصل بابن ايميل وبيعرف مكانه وبياخد معاه واحدة من على الطريق وبيروح على الكازينو بتاع ايميل. واول ما ينجح انه يدخل المكان فعلا بيدي للبنت فلوس وبيمشيها، وهو بيدخل وبيتخانق مع العصابة الروسية وبيضربهم وبيخطف ابن رئيس العصابة وبياخده ويمشي. والمحافظ بعد كده بيستدعي وولف واللي بيتضايق عليه عشان كل الضرب اللي بيحصل في المدينة والناس اللي بتموت، وبيأمره ان هو لازم يجيب البنت دي فورا. وولف بيعرفه ان اللي بيحمي البنت دي هو لوك، فبيقول له يبقى لازم تتصرف معاه بأي شكل لانه كان واحد من رجالتك واكيد عارفه كويس. ومي بياخدها رئيس العصابة وبيسألها لو ادت الارقام اللي معاه لأي حد، فبتقول له لا طبعا. ولما بيحس انها بتكذب عليه بيفضل يزعق لها، وهي بتحاول تقنعه ان هي بتقول الحقيقه، لكنه في الاخر مش بيثق فيها وبيخلي كوان يكلم الطرف الثاني، وبيطلع انه شخص اسمه اليكس وشغال تبع المحافظ، وبيغيروا المكان اللي اتفقوا عليه. وساعتها لوك بيكلم ايميل وبيعرفه ان هو اللي خطف ابنه، ولو اي حد من رجالته اتدخل في الموضوع هيقتل ابنه. وبيساله عن اللي موجود في الخزنتين، فبيقول له ان واحده موجود فيها 30 مليون دولار والتانية ما يعرفش فيها ايه. وبيتصل لوك بزمايله اللي كان شغال معاهم قبل كده في الشرطة وبيروح يقابلهم، وبيجي معاهم وولف واللي بيسأله انت مصلحتك في الموضوع، وبيقول لهم لوك ان هو عارف مكان خزنة فيها 30 مليون دولار وبيتفق معاهم انهم يسرقوها، وبيعرفهم ان باسورد الخزنة موجود في دماغه هو بس، يعني لازم يحموه عشان العملية تنجح. وفعلا بيتفقوا على كده وكلهم بيجهزوا نفسهم وبيروحوا المكان تبع العصابة الصينية، وبيدخلوا وبيقتحموا المكان وبيخلصوا على كل اللي فيه لحد ما فعلا بيوصلوا لمكان الخزنة. ولوك بيحس انهم هيغدروا بيه وبيطلب منهم ان كل واحد يرمي مسدسه على الارض، وفعلا كلهم بيسمعوا كلامه. وهو بيحاول يفتح الخزنة بيتعمد انه يغلط، فبيحس برد فعل غريب منهم وبيقتلهم كلهم ما عدا وولف لان هو الوحيد اللي ما كانش حاسس بالغدر من ناحيته. وبعد كده بيفتحوا الخزنة وبياخدوا الفلوس كلها وبيهربوا، لكن لوك بيكتف وولف وبيحطه في العربية عشان يطمن ان هو مش هيغدر بيه. وبيكلم بعد كده المحافظ من تليفون وولف وبيعرفه ان هو معاه ال 30 مليون دولار وانه عايز يوصل للطرف الثاني، وفعلا بيديله الرقم عشان يكلم اليكس واللي بيطلع كان صاحبه زمان وكانوا شغالين مع بعض. وبيعرفه لوك ان هو معاه الفلوس وبيسأله عن الخزنة التانية فيها ايه، فبيعرفه اليكس ان فيها اسطوانة عليها كل المعلومات عن العصابة الصينية ومصادر الفلوس بتاعتهم وكل عملياتهم المشبوهة. ولوك بيقول له لو انت عايز الفلوس والاسطوانة هات للطفلة اللي مع العصابة الصينية، ده كل اللي يهمني. وبيروح بعد كده اليكس للعصابة الصينية وبيتكلم معاهم، وهم بيتكلموا معاه عادي كأن الخزنة ما اتسرقتش وفلوسه موجودة. فبيعمل نفسه بيطلع قلم عشان يكتب رقم الخزنة التانية لكنه بيطلع المسدس وبيقتلهم كلهم. وبياخد بعد كده مي وبيكلم لوك وبيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه. وبنروح بعد كده للمحافظ والمساعد بتاعه بيعرفوا ان اليكس على التليفون، لكنه بيتفاجأ بلوك مستنيه فوق. ولوك بيعرفه ان هو عارف ان هو اللي بيحرك اليكس وبيضغط عليه عشان يديله الاسطوانه، وفعلا المحافظ بيسمع كلامه وبيديها له وبيقول له ان كده كده اليكس هيقتلك. وبيروح بعد كده وبيقابل اليكس واللي بيساله عن اهميه الطفله بالنسبه له، فبيعرفه ان هي اللي انقذته من الانتحار. ولما اليكس بيساله عن مكان الفلوس لوك بيرفض يقول له على المكان وبيطلب منه يتحداه، واللي هيكسب هياخد كل حاجه ولسه هيضربوا بعض. مي بتضرب النار على اليكس ولوك بيكمل عليه. ولما بيسالها ليه عملت كده قالت له انها شافت اللي عمله في العصابه وانها كانت خايفه عليه جدا. وبيروح بعد كده وبيحرر وولف وبيديله جزء من الفلوس وبيديله ابن ايميل كمان، وبيرجع باقي ال 30 مليون لرئيس العصابه الصينيه وبيعرفه ان هو لو دور على مي هيسرق كل الفلوس اللي في حساباته.
فبيتعصب جدا وبيضطر ان هو يسيبها في حالها. ولوك بياخد مي عشان تعيش معاه وبيحط لها جزء من الفلوس في حسابها في البنك، وبيتفق معاها انها تكمل تعليم وتخش المدرسة تاني. بس كده، وده كان فيلمنا النهاردة. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.